السلام عليكم. بس راح نحل كوز مهم جدا، وهي الفكرة متكررة دائما. يقول لي أن أوتوموبايل A and V initially apart 30 متر، يعني المسافة بين السيارتين 30 متر. حكالي إذا سرعة A هي 14.4 كيلو متر لكل أور، سرعة B 23.4 كيلومتر كل اور. لحظه زيرو عند زمن زيرو بالبدايه، يعني عند الريست، اي كونستانت اكسلريشن، يعني اي كونستانت اكسلريشن 8 متر كل سكند ترم. اكسلريشن بي برضه 3 متر كل سكند ترم. يعني حكى لي اوجد متى راح تخبر لي، يعني اوجد دلتا اكس، x من خلالها بجيب الزمن. يحكي مثلا لما يكون عندي سرعتين زي هيك شو بعمل؟ بطبق العلاقة سيارة A سيارة B. هون عندي x A، شو بدها تساوي؟ بدي اجيب x final، صح؟ يحكي x final تساوي x initial زائد v not في t زائد نص A T تربيع. هلا X final بدي اياها، بدي اسويها بال X final V. X initial لو فرضنا الاوريجن هون يعني 0، زائد V not في T. كم V not؟ هي 14.4، بس هي كيلومتر لكل اور. شو بعمل؟ بحولها 14.4 كيلومتر اور، اضربها اور سكند، اضربها ب 1000 تصير يعني تروح المتر، يعني كيلومتر. هون واحد، هون 3600. شو بعمل؟ يعني بضربها ب 14.4 في 1000 على 3600، تطلع القيمة. خلص بي نوت تي معي، هاي معطاها، خلينا نحط عليها دائرة حمراء يعني انها معطاة، بس انا بديش احسب هسه على الحاسبة. زائد نص A، كم A؟ معطيني 0.3، يعني A في تي تربيع. شو معطاة؟ كمان A A. فشو المجاهيل عندي؟ X final و T، عادي أموري تمام. نيجي لبلوك B، السيارة B قصدي. السيارة B نفس المعطيات X final، بس هون الترك، اللي بغلط هون بروح. X initial كم؟ هي 30. X initial هي 30 مش 0. ليش؟ لما كانت عن بالنسبة لعند السيارة كانت على مسافة L اللي هي 30، زائد V not في T. V not معي؟ زائد نص A B في تي تربيع. شو بعمل هسه؟ هاي معي بحول هاي معي هاي. فشو عندي؟ بساوي اكس فاينل في اكس فاينل، بشوف انا متى بطلع معي زمن. الزمن هذا بشوف متى بي راح تخبط ايه. هذا كان احدى النماذج. طيب شو في نماذج ثاني؟ كان معطيني انه اي ديكسلريشن، شو يعني؟ بعوضه الاي بساوي سالب 0.8 وبحل حسب المطالب. في مطالب كان معطيني الفي انيشال ومعطيني الفي فاينل، وشو طالب مني؟ يعني طالب في انيشال وفي فاينل لA والبي، طالب مني اوجد المسافه بين السيارتين. فايش انا بطبق نفس العلاقه اللي حكيناها وهاي، بس شو اللي بصير عندي؟ انا شوف بدي سرعه، فبطبق قوانين السرعه اللي فيها في فاينل تساوي في انيشال مثلا زائد اي تي، او اطبق مثلا اذا كان في فاينل تربيع تساوي في انيشال تربيع زائد 2 اي دلتا اكس. فانا دلتا اكس مثلا هي ال، والA مثلا معي، والV initial معي، والV final معي، بجيب المسافة بين السيارتين من حسب الA وحسب الأشياء اللي معي. إحدى الأسئلة طلب قديش مشت A وقديش مشت B. فهسا أنا لما طلعت قبل شوي، هذا تريك كثير، يعني أقول هاي الأسئلة جاية. شو التريك اللي جابه مرة؟ التريك اللي جابه مرة انه انا مش طلعت الزمن هذا، حكى لي A كم مشت وB كم مشت. شو بعمل انا؟ بعوض الزمن اللي طلع معي هون. شو بطلع؟ طلع المسافة اللي مشتها A مثلا ولتكن 60 متر. طيب لو اعوض نفس الزمن عند B برضه راح يطلع 60 متر، بس هي ما مشت 60 متر، هي مشت 60 ناقص 30. يعني انا لما بدي يطلب مني قديش مشت B أو قديش مشت A، فأنا بعوض بقانون الدلتا X اللي هو X final ناقص X initial. فلما رحت على A
كانت الاكس انيشال 0 فهي كانت تساوي اكس فاينل، اما لما رحت على بي تكون اكس فاينل ناقص الاكس انيشال. هذا السؤال كثير مهم، اجى حوالي 5 نماذج او 6 غير معي المطالب، مطلوب مره اوجد اس اي مسافة A، مرة طلب S B، نموذج ثاني، نموذج ثالث اللي هو هذا، نموذج رابع طلب مني ال L مسافة بين السيارتين، نموذج الخامس طلب مني ال V final ل A، نموذج السادس طلب V final ل B، ومرات طلب V initial ل A، V initial ل B، فجاب حوالي 8 نماذج مش 5 وبس، ويعطيكم ألف عافية.